ندى بسيوني ممثلة مصرية ولدت عام 1963، درست في معهد الفنون المسرحية ثم استكملت دراستها في النمسا حيث حصلت على شهادة في التمثيل. بدأت مشوارها الفني عندما اكتشفها المخرج عبد المنعم شكري. اشتهرت في الأعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية. تزوجت مرتين، الأول من المخرج سناء شافع والثاني من المخرج شريف حمودة.